حياكم الله مشاهدينا في مقابلة مع فرانس فوتبول. رد لاعب روما الدولي المغربي مهدي بن عطية على مدرب منتخب سود الأطلس المؤقت حسن بن عبيش الذي اتهمه بأنه يهدد بترك المنتخب المغربي. بن عطية قال إن ما صرح به بن عبيش لبعض وسائل الإعلام المغربي شأن تهديده بترك المنتخب هو غير صحيح وأنه ليس من نوع اللاعبين الذين يقومون بذلك. وقال بن عطية إنه لا يريد الخوض في مواضيع قد تزيد أمور المنتخب المغربي تعقيدا خاصة قبل بطولة أمم أفريقيا التي سيستضيفها المغرب العام المقبل. وأبدى لاعب روما انزعاجه من الأسلوب الذي استخدمه بن عبيشة في اختيار اللاعبين معتبرا أن في ذلك قلة احترام له حيث لم يقم المدرب المؤقت بالاتصال به.